هلا يا معشر الباندا، اليوم جيتكم وما جيتكمش وحدي، جبت لكم معايا بيكي. من فلاتات السوشيال ميديا، يوتيوب شانل هي، الانستغرام هي، بوزيتيف انرجي هي، فروغ تاور هي. بعد طول انتظار جت بالعمر ما عشت نتكلم، جاتنا البكي. مرحبا، ميرسي عايشه، وفجراناتك مرحبا بيهم. الناس تموت على بكي. شنو السر؟ عطي برجولي باش نجيب بس ورقه وستين ونبدا نقيد. كيف يحبونك في جمعه؟ كيفاش العباد تقعد هكا تبع فيك، ولا يمكن تجبد العباد اكثر ليك وكل شيء؟ كل واحد على شي يعمل. مثلا احنا نحكيو على كوتي لي فيديو، فما لي تيايا شعات قول لي حنقيد باشو. فما مثلا كيما باندا موني تعمل برشا دي فيديو انواع يعني، فما لي انترفيو كيما هذوم، وفما التمثيل، وفما انت اختي فهمتني. الساعة يوتيوب بخيله مرة فكرة، انستغرام طايرة تحط تصوير ناس عندها مليون ابوني، خمسة وخميس فهمتني، مليون ابوني ما يعملوش لايكات قدها. شنو السر؟ اعطيني القبول. رش السينوج والملح. شنية اكثر حاجة صارت لك بيزار مع الفن بتاعك؟ نعرفش، يمكن برشا وتوكي جيس نفكره، ما لقيت شيء. وقتها أول مرة كي بعد ما يعرفوني هكا شيء عبيد نمشي ليفين موك وحاشمة ودوشنية وتوشنية، شافتني طفلة قامت تبكي. هي تبكي ونعملها هكا، باش نعمل عرفت شو نعمل. بعد مشيت وخليتها ما فهمتني، ديزولي كنت تتفرج فيها حاسينو. ما شنو أغرب مساج جيك هكا يضحك نوعا ما؟ فمش دو موب دو مارياج مثلا؟ فما رجل تركي عمره 60 سنه ديما يبعث لي في سيلفي. يا حبيبي كي وقفت على السيلفي لاباس، الحمد لله، وحطها على سيلفي باهي. منين بديت حكايه فروغيت ديكلانشمان؟ فما طفل نعرفه، كنا اصحاب. كل تعرفوا وينو صحاب وينو تو؟ خلينيش نكمل. شدت الديتاي هذيك، وينو تو مع صحاب نسكنوا بعاد. بيت نرجعوا لهذيك مريقل، كنت ياسر فرفش. مو ما عادش تو فرفشه اللي يسمع حسي، وانا ياسر فرفش نبدا ننقز ونتحرك برشا وكل شيء. قال لي انتي كجرانه، قلت له اي جرانه، وين عندي كل دبل تشن هذيك تبطع من الغوغ مش اكثر مني. اي حاسين ببعضنا، حاسين ركبت على بعضها الاحداث وليت فروقيت ونفتخر. بيكي انت مغرومه بالتصوير، وكل مره تصور لنا فازيت وكل شيء، اما فما واحد قاعده تصور فيه حبيت نعرفه شكون. انا وقتاش هكا تقاعد القمره من هنا وهو من هنا، وحده شدته هكا مره كهو رسمت تريم تاع طفل. مره كهو ديجا حكيتها، قلت هي مرتين ثلاثه ربي تعرفني تبع فيها. شكون السيده ذاك؟ شنو حكايتها هاي؟ لا شوف فيهم مش حكايت كبار، ما فيهم شو كل تصوير عملها بازرة وفيها حكاية ودرا شنو، مش بنحكي لك كبار تصوير معناها، مش بنحكي لك لمحة. شوف به باش توصل، ولا انا باش نوصل نعمل تصويره سواء وراها حكايه تفرح على الاخر، ولا حكايه كبي على الاخر. ما نعرفش انا التصويره اللي تحكي عليها، دونك يا كبي على الاخر. قلت بعد ما نعرفش عليها. فما ثلاثه منهم المحلام على الاخر، منهم ماسين على الاخر وكا بتاع القمر. باهي حاجه ايموسيون حلوه، مش هكا درجه قلت دي محرز كها وليت القمره. بيبي كي لي فان نتاعك تو متشوقين معني، يحبوا والله جمله، ما يحبوش يحبوا يعرفوا شنو الحكايه. انا نعرفهم هما ما يحبوش يعرفوا، يا يحبوا يعرفوا وين نعرفهم ما يعرفوا. انا عارفهم بريدو يعرف لمحه في الصيف. ايوه بقى قربتوا لي عاد انتم واموركم هانيه، نعرفكم ذكيين وتجيبوا لنا البحث. جبتوا البحث جاوبني في 5 ثواني. الصمت الرهيب. يا ما نعرفش، نخاف ما نجمش نجاوب فيه. احنا
another earth. ليه من نسيت اسمه بيه امشي بيه favorite book فرقيت بيه favorite song بيت هارت اغنيها الكل. ايش اسم البوي فرند بتاعك؟ عندي اسمه برشا ناس توا قلوبها تحركت، برشا ناس توا فهمتني. قديش عندك وحيد؟ مانيش وحيدة زوي بيه اي سينجل يعني مصيف. وعليش عادي هكا ريق نفحة وطارت. نفحة وطارت، يا نار عليك يا خوي، يا نار عليك راك نفحة وطارت. قديش قعدتوا مع بعضكم؟ شوية انا مصيف لصيف وبعد ماش عندي وقت. اسمعني تعملي في المشاكل انتي. معناه الصيف هذا فما فهمتني اي ما هو شو الصيف يبدا عندك اكثر وقت باش تخرج تعمل جو وريق وكل شيء، وبعد في وسط العام مش خطر قرايه اما زيد في وسط العام تولي فمش بوسيبيليتي باش تقابل صحيح دونك الوي واحد يقعد مصاحب مساجات ما نفد انا كيك المواصفات عندي حقا والله. شو كيفاش عرفت انا صخيب روح عندي مواصفات؟ بعد تمشي تشوف لك الكعتين اللي صحابته من قبل ما عندهم حتى بوان كومان، كل واحد شكل نوع طول ارتفاع. شكون باغ اكزومبل مثلا ستيل ممثل مثلا يعجبك فيزيك ولا يعجبك معناها؟ ما جا حد المخي ولا خاطر فميش قواعد هكا يعجبك هكا ولا هكا ولا هكا. هو سي فغي اي هو سي فغي متفاهمين تنجم تقول اني حبوا هكا ومن بعد يطلع هكا. اما اكيد فما هكا مثلا نقولوا ظفر العبدي. اوه رجل كبير ليه قعدنا نتمعشق مع ظفر العبدي توا مش تتمعشق كي نوعيه نتاع رجال 19 سنه مازلت نشوف الدنيا مازلت نحل في عيني. بي يا سيدي برا ما حبتش تقولنا شكون هانا طفينا الضوء. تحبوا مسكلي ولي لا هو ذاش عرفته عيني ملونين ولا لا ليه انا معقده دار كل عينيها ملونه في كالية. اها العينين الملونه عملت لك عقده فليك وعليش هما الكل عينيهم ملونه وانتي ليه؟ ربي حب علاش بكي قولي صارحني علاش من الاخر ما عندك اسئله هنا شروح علاش عيني مزرق وانا ليه والله سؤال وجودي ذي راك سالت وانت صغيره اي امي علاش امي علاش تعذبت من واسو نغزر لهم هكا الاخضر الازرق القريب ما شاء الله الوان واش اخكونسي وانا سوداء محليك 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 يا بيبي يا شن تعبها معايا تركحش تعبك بي ستيفن هاوكينج قريته بالصحيح هاوكينج اي صحيح هاوكينج انجليز امور انجليز تهني تحبوا برشا وسورس دانسبيراسيون علاش وكيفاش وحكيني حبوا شو فما يمكن فما زوز انواع تاع عباد فما عباد تحبوا خاطر توندونس كي ولد عواطف معناها تبعتوا انت بيان سور ولد عواطف معناها ستيفن هوكينغ توندونس شو يفرق فهمتي كلهم فلته من فلتات الدهر معناها وفي الانترفيو فهمتني حاسينو هما كاتيجوري سورتو وقت اللي مات عملناه وريا ما يعرفوش يجمله فيزيك اف درشنوا وفما اللي تعرفوا من قبل وتعرف زيت وكل شيء وسورتو الاسباس وفريقو حاسينو مش انا باش نحكي عليه باز شكوني انا فهمت دونك اي حبوا على الاخر شنو الحاجات اللي تخليك خطانا من الفيزيك والكوتي واختفت الكلمات باه بعرفتك عرفتك شنو اي يا خويا نحبك كي تفهمني كيك جرب حكيته اللي وصل له كل شيء كعبد كي ولد عواطف ولا فلته من فلتات لما طويلك يا روح حبيت نقول لكم يا جماعه سكوب بكي عندها صوت مش نورمال صوت يعني تشرقب له الاعناق خاصه هي امنيتي يبدا صوتي ما حيبدا نغنيك غني لنا شوي
زرقة ولبسة الأخضر خارجة من الحمام وتغسل. شو معناه زرقة لبسة الأخضر؟ معناه خطرين لبسة نعرف هاي تقبيك كل بيغني لها ألا لي ألا لي ألا لي أول دعوات مغرم بتعمتي نينة حبي والدعوات شوفوا محلى شعري ومحلى العضلات ليه عضلات بيكي أهو بيه فهمتوش ان انا انترفيوه ما فهمتوش الحق العربي خلي بذلك بيكي على هيك تحشم فيا الزح باهي بيكي بيكي انت وين تحب توصل بيهم يعني لي ريزو سوسيو مام بشو يمكن انا بديت اليوتيوب زيد نحب ياسر نحكي على تابو اي ديال الغيبه والدبريسيون وكل شيء دونك نحب نزيد نتعمقوا اكثر تابو اكثر عرفت واضح تابو اكثر لا شو تحكي بيكي تحب تتعمق نزيدوا نتعمقوا نزيدوا عطيونا لي سوجيستيون بربي بتاع المواضيع اللي تحبوا بيكي تحكي بيكي تو باش نحكي وعلى فروجيت باور باور شنو بكي؟ باور راي عقدتني راي تعبتني راي باور يمكن نهارين ثلاثة أيام وانا نسمي في ال... نلوج على اللسة متاع الإيفينمون اللي في نخرجوا فيه الكتاب فروجيت درشني درشني في الاخر خرجت فروجيت تور معناها درا قداش من ساعة وانا نخم في الاخر موني شنو تقولي باور ولا شنية شو فرق بكي تاور باور ما كلهم اور اي اي انا الغالطة سمحني باي باي احكي لنا الوغ بيه بوم ديسيني اسمها فروجيت بسألني خانتي خدمتك عاد بيه سيدك بن سيدك اني مش باش نسأل اواه مشيت ليفينمون في الكوليزي وخذيت الكتاب وعجبني على الاخر والليفينمون عجبني على الاخر وشيخت على الاخر دونك جفوز انفيت اللي تاخذوا الكتاب التحفون هذا فيه يعني كي لافنتور متاع شكون ما نقولوش نقولو ما نقولوش اها هما مصورين استغرونا هذي استغرونا بيكي هذي بيكي والفرقة متاعها اما بيكي رينا زوز شخصيات ثانوية موجودة في الكتاب هذا مي ما جاوش في الليفينمون اللي هما ايش بيهم ما جاوش باز عندهم ديز اوكوباسيون سير في بالي تسالني علاش هما في الكتاب عرفت نحضر في الكتاب استنى نبديني عاد لا موني ما تسالكش هكا موني تعمل لك هكا وتسال احكي لي عندهم ديز اوكوباسيون اكهاو اكهاو باز اكهاو تعرف المشاكل تعرف المشاكل الله اكبر الشر تعبط شرا علاش هما في الكتاب به حلمي وانا قبل كي اول بدينا سورتو نعملو في السسمو استنى ستوري بورد ميرسي في ستوري بوردينغ نتاع الكتاب وكل شيء وقتها شنيتو نتاع هاك معايا في تومبوك. في تومبوك عرفت وياسر نحبوهم هم بعضهم كي هاك معايا ويتي ويتم فازيتهم اي دوكو هو اليت المو فان بهاك معايا قال لي خلينا نعملو لهم هكا فازا نحطوهم هما كل شيء ورسمهم طلعهم هما ما اي دوبا تراهم تعرف نورمال كيفاش طلعهم هكا دونك هو عمل لهم كيما نقولوا جيست ليهم هما دونك انت تحبوا تعرفوا جمعت هاك معايا اش يعملوا في كتاب فروجيت خذوه اقروه خذوه تربحوه دونك شوفوا الانستغرام نتاع فروجيت تاور ولا تور 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 خير تور فروجيت تور تلقاو الكتاب الجميل هذا انها اللحظه الحاسمه بكي هاشم والا امين امين والا سامي دريدي عرش زوز هكا قد قد ايا امين امين والا الناصر يا في بالك قلت لي سامي دريدي جي في مخي تصوير سامي والناصر مع بعضهم ما يتفرقوش زوز ما عرشت مانيش الحق انا والناصر مانيش قرب جملة تقابلنا مرات من بعيد لبعيد جيكوب شخصر امين امين والا ياسين صندس ياسين صندس ياسين صندس ولا سامي ياسين صندس واثقة يعجبني فيها واثقة عادي ديما القدام ديما القدام ياسين والا احمد ريابي
ريبي الله طير احمد ريبي ولا دراكو. انا قاعده نشوف في المعايير نتاع اقدم نتاع شكون شنو يبقى شكون عم جا وخيف تاع شنو فزت هذوك من كلته في مخي هكا ريبي ريبي يا بابا على ريبي يا بابا على ريبي باهي أرسو جي ولا احمد ريبي أرسو جي ولا احمد ريبي شو اسمع خلف سر له سيد خسر خسر طمط مطمط مطيب ريبي ريبي ولا ابو حميد ابو حميد ريبي شو عملت لها هو في الجو اختار مين سوري غالية والا اميمة تراد اي تراد والا فليو تراد ظهر لي تراد مش طيارة الكل على عجلة اميمة والا نورهين عليت اميمة حبرش انا اميمة ولا احمد ريابي مش قلت لي بنات توا ولاد ولا معاهم شكشوكة حمص زبيب اي ريبي ريبي ريابي طير الناس الكل ريابي اخوي على ريابي يا اخوي بيكي وفعل انترفيو كيفاش حسيتو سبا تعدى خفيفي برشا شو راو توا فتنا تسعة قد الوقت ما الحمد لله تسعة ونص توا ومبيلين وتعبين ما عمل جو عارفي بيلي شو نتعب وش نفد وش نبدا نتيقر وكل شيء اما سبا تعدى عمل جو هاي يا بي واحد بالمية مش نبوا يحبط العزيز بارلك الفارلك كلهم كلهم باندا طيار يدي مش نرمى كلهم باندا صاروخ طاير طاير فوق السماء والسحاب نعم انها الباندا دونك يا جماعة اذا كان عجبتكم الانترفيو متاعنا شو يعملوا بيكي نورمال تعملوا جمجمات وتنسيوش فاست سيكجيسيون بتاع لي فيديو تابو تقولهم لي في لي كومنتير شنو اخر وبيان سور باش تكتبوا لها سيكجيسيون بتاع بيت باش تحبوا تجيبوهم او ياخذوا الكتاب باش يكتب وما تنسيوش تشريو كتاب فروغيت وباندا دايريس قولي كلمة سحرية لمتعتكم لمتعتكم باي I got broads in Atlanta.